بيكم حبايبي. النهاردة طريقة عمل الشكشوكة بس بطريقة صحية شوية. الشكشوكة عبارة عن بيض ومتقلب عليه طماطم. انا هنا هحط له هزود له فلفل احمر وبصل، بس يعني مش هحط له كمية دهون كبيرة زي ما هما بيحطوها في المطاعم، هحط حاجة بسيطة قوي. طيب، فهحط معلقة زيت واحدة وهقلب فيها الحاجات دي كلها مع بعض وهوريكم دلوقتي. بصوا حبايبي، سامعين الصوت ده؟ الشكشكة دي هي دي كده الشكشوكة. بصوا الصوت ده ناتج من ان احنا حاطين طماطم وحاطين معلقة زيت، وطبعا ايه البصل والفلفل الالوان، بس يعني عشان الناس يعني نفتكرها هي الشكشوكة لازم بتشكشك كده. طيب، فانا كل اللي عملته اني قطعت بصلاية صغيرة قوي وفلفلية حمراء وطماطم، واحدة طماطم كبيرة، ودول ثلاث بيضات، وحطيت معلقة زيت، معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقتين كمون. انا زودت هنا الكمون عشان محدش يعني ايه بطن توجعه او حاجة من الشكشوكة. وكمان ما زودتش الزيت قوي، انا حطيت معلقة واحدة عشان برضو تبقى خفيفة جدا. بالهنا والشفا.